تواصل ميليشيا الحوثي والصالح الانقلابي يزرع الألغام برا وبحرا وسط تجاهل وصمت دولي، رغم كون استخدام الألغام في النزاعات جرائم حرب. وتعد زراعة الألغام من الجرائم ضد الإنسانية طويلة الأمد، وتلحق بالأشخاص عاهات مستديمة، وتحتاج اليمن إلى أعوام طويلة من أجل التخلص من تلك الألغام نظرا لعدم وجود خرائط توضح أماكن وجودها. وانتهجت ميليشيا الحوثي والصالح الانقلابي زرع حقول الألغام في مناطق التماس لإعاقة تقدم القوات الحكومية، خصوصا بعد تحرير المحافظات الجنوبية. وتشير إحصائيات محلية لسقوط 100 ضحايا من المدنيين بين قتل وبتر أطراف، ولا يزال الرقم في تصاعد نظرا لتوسع الحرب في مناطق آهلة بالسكان. وتقوم الميليشيا الحوثية بزراعة الألغام بطريقة عشوائية وغير منظمة أو موثوقة بخرائط، مما يشكل صعوبة بالغة في التخلص منها سريعا وكشفها بسهولة. ووجهت الحكومة اليمنية نداء عاجلا إلى المجتمع الدولي لمساعدتها في نزع الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي والصالح الانقلابية بكثافة وبطريقة عشوائية في المناطق التي كانت تحت سيطرتها، متسببة بحصد أرواح 100 ضحايا من المدنيين الأبرياء وأضرار بشرية ومادية جسيمة.